هذه المنطقة منطقة نعم عوز نتابع وإياكم الاستهدافات للمتظاهرين كما تلاحظون بقنابل الغاز المسيل للدموع. هذه الكثافة من قنابل الغاز تطلق على المئات من الشبان الفلسطينيين الذين جاءوا قبالة نعم عوز الموقع الإسرائيلي المعروف وسط أو شبه محافظة مدينة غزة. لوضعكم في صورة الأحداث اليوم، كان هناك إطلاق عدد من الصواريخ على موقع أو مقابل موقع نخل عوز، هناك إطلاق لثلاث صواريخ، أحد الصواريخ وتسبب بالذعر في بين حالات العشرات من المستوطنين الذين جاءوا للاحتفال بعيد ميلاد الجندي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية شاول أرون. طبعا بالمقابل كان ايضا في ساعات الصباح احتفال لعائلات الأسرى للتاكيد في رساله واضحه ان هذه الايام التي تعيشونها يعيشها الاف بل مئات الأسرى الذين ينتظرون الافراج لابنائهم. طبعا ننتظر واياكم ونتابع معكم مجريات الاحداث على طول الحدود الشرقيه لقطاع غزه. في شمال القطاع يوجد هناك عدد من المواجهات، ايضا في وسط القطاع شرق مخيم البريج هناك ايضا مواجهات مشابهه للمواجهات التي اتواجد فيها الآن أمام موقع ناحل عوز العسكري، بالإضافة إلى شرق رفح أيضا كان هناك تجمع لأكثر من 50 شاب كانوا متواجدين على الحدود الشرقية لمدينة رفح، أيضا هناك مواجهات في شرق مدينة خان يونس. حتى هذه اللحظة وزارة الصحة كانت تتحدث عن إصابة في بداية هذه المواجهات على الحدود الشرقية لطول القطاع، بالإضافة إلى ذلك كان هناك استهداف من الجيش الإسرائيلي لعدد من مواقع المقاومة وأيضا مرابض أو مواقع الضبط الميداني التابع للمقاومة الموجود على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة. يمكن الحديث أننا الآن في بداية هذه المواجهات، في بداية هذا التصعيد على الحدود الشرقية. في كل جمعة كما أسلفنا يعني يكون هناك تقدم للعشرات بل المئات من الشبان الفلسطينيين على الحدود الشرقية لقطاع غزة. يمكن من خلال المتابعة ملاحظة كثافة إطلاق قنابل الغاز على المتظاهرين، بالإضافة إلى إطلاق النار الحي حال اقتراب المتظاهرين مسافة صفر على الحدود الشرقية لهذه المنطقة. يمكن من خلال هذه الصورة المباشرة متابعة مشاهدين الكرام مجريات الحدود، مجريات الأحداث على الحدود الشرقية لقطاع غزة، فبإمكانكم الآن متابعة ما يجري بشكل مباشر. شباب احنا طالعين مباشر بتبينوا معنا. انزل
كمان واحد شكلك هذا مشوار حبيبي مباشر يا عمي طالعين مباشر افهم يا شباب اقعد يا عم يا حبيبي
طلع اللي جايب العجال هذا. حماد محمد انت شايف البطارية من عندي؟ لا بطارية لا ما خدتش. هات واحدة من الشيخ انت هاخد حقها. شرف امنا. خذ ولا وينك؟ انت كدرك وين؟ زي كدر عندي بس جاهز. عمي انزل يا حبيبي. انزل يا عمي انزل. انزل يا حبيبي في مجال بس نص متر لتحت عشان ما تطيش معنا. وين مسالي؟ وين مسالي؟ بس نص متر لتحت عمي برا. الله يرضى عليك حبيبي. سالي تعالي يا عمو. طب يلا بسرعه. مالك يا اسراء؟ ايش دي كول؟ كمان انت معمر وين برن عليه بردك؟ معمر وين؟ جاهز. يا ابو الشباب لايف يا حمي الكاميرات انت في وجهنا. لتحت لتحت نص متر. اللي قعدت اخر واحد. لتحت هيك.